تأتيني فتقول: يا شيخ، أنا قلت لامرأتي: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وأنا أنوي طلاقها إن ذهبت. فأقول لك: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ما دمت نويت الطلاق فإن ذهبت فإنها تطلق. قلت لي: يا شيخ، أنا قلت لامرأتي: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وأنا لا أريد طلاقها وإنما أريد منعها. فأقول لك: الأمور بمقاصدها. من نفس القاعدة نعرف الحكم: ما دمت قصدت المنع فهذا يمين، لأن المقصود منه هو المقصود من اليمين، فإذا ذهبت فإنك تكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق.